برج الحمل، عليك الحذر الشديد في مكان العمل وإنجاز كل ما طلب منك في الوقت المحدد، فهناك من يتربص بك ويحاول إيقاعك والتخلص منك. لا تتسرع باتخاذ أي قرار في هذه الفترة، خاصة على الصعيد الشخصي. برج الثور، يسير العمل بشكل جيد، أنت إنسان مبدع وهذا واضح جدا، خاصة أن رؤسائك في العمل يشعرون بالرضا التام عنك. يجب أن تبرز نفسك أكثر وأكثر وتكشف عن مواهبك. تخطط لرحلة خارج البلاد. برج الجوزاء، بالرغم من المهام الكثيرة على عاتقك في العمل إلا أن الأمور تسير بشكل جيد وتشعر بالراحة. يزيد إعجاب رؤسائك بك وفي مهام معينة، حياتك العاطفية تسير بشكل جيد. برج السرطان، يجب عليك التركيز في مكان العمل أكثر، تشعر بأنك تعطي كل طاقتك في العمل وهذا الأمر غير صحيح، فأنت بحاجة لكسب المزيد من المهارات. ابتعد عن أي جهد عصبي في هذه الفترة. برج الأسد، حاول أن تركز أكثر في العمل ولا تشتت أمورك وأفكارك، انتبه للمصاريف المالية بشكل خاص، وابتعد عن أي قرارات متسرعة في هذه الفترة، وانتبه لصحتك هذه الفترة أيضا. برج العذراء، أمامك الكثير من الفرص على الصعيد العملي، الأمور المالية في تحسن جيد، تحقق ما تحلم به في الفترة المقبلة. بشكل عام الأمور جيدة، تمشي أمورك الخاصة بشكل جيد وأمورك العاطفية ممتازة. برج الميزان، تواجه بعض المشاكل على الصعيد العملي، حاول أن لا تخلص عداوات جديدة مع بعض الأشخاص، أنت بحاجة لفترة من الهدوء، واجه شريك حياتك بما يزعجك ولا تجعل الأمور تتفاقم بينكما. برج العقرب، أمورك المالية ليست على ما يرام، الديون بدأت بالتراكم، يجب عليك البحث عن حل هذه الأمور. عائلتك تساندك بشكل كبير لكنك يجب أن تعتمد على نفسك، ابتعد عن ما يضر صحتك. برج القوس، عليك أن تنهي جميع الأمور المتراكمة في العمل ولا تتكاسل، فالأمور تحتاج إلى إعادة ضبط. هناك أمر يشغل تفكيرك هذه الفترة بشكل كبير، لا تتعامل بأنانية مع الأصدقاء أو الشريك. برج الجدي، تتحسن الأوضاع في العمل بشكل جيد وتكتسب ثقة من زملائك في العمل ومديرك، وتجري الأمور على أحسن ما يرام بعد فترة من التعب والضغط النفسي. في حال كنت أعزب قد تلتقي بالحبيب الذي تحلم به قريبا. برج الدلو، الأمور في العمل بطريقها للتحسن بشكل لافت، الأوضاع المالية أيضا ستتأثر بهذا الأمر، قد تتلقى بعض العروض الجيدة، فكر بها بشكل جدي واستشر أشخاص تثق بهم في هذا الأمر. برج الحوت، تشعر بالملل من عملك بسبب الروتين وترغب بتطوير إمكانياتك وتعلم شيء جديد، أنت شخص طموح لكن لا تتسرع، وانتبه لقراراتك في هذه الفترة بشكل كبير، وانتبه لتصرفاتك مع الأصدقاء والشريك.